شهيد هيثم بري كان من أبطال حراس الجمهورية وفدائي تهامها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في معركة الانتصار لكرامة الإنسان اليمني ومن أجل تحرير الحديدة وتهامة. سنعمل كلنا يدا واحدة وصولا إلى صنعاء بإذن الله، وشهداءنا هم كرماءنا، ولذلك تكريما للشهيد توجيهاتنا للخلية الإنسانية في المقاومة بتوسعة المدرسة وتوفير ما تحتاجه.